يعني انا حدد هو الاتحاد الافريقي منذ لحظه خروجه من بنغلاديش هو اصبح تجاره، اصبح سلعه في ايادي مختلفه اخذته من هناك حتى يصل الى البحر. البحر هذه المنظمات الدوليه الحكوميه التي تنتظر هناك وتهاجم، يعني نحن ثلاث عام دوليات مع هذه المنظمات، منظمات شرسه جدا في البحر عندما تشاهد قارب الهجره الشرعيه تدافع، يعني تحاول بكل ما تملك بان تاخذه، يعني كانها لأننا ليس أمام حالة إنسانية يجب إنقاذها وتفاهم، إنما هي تراها كأنها غنيمة وأنها من حقها أن تأخذ هذه الغنيمة. يعني هذه هي، هذا دليل قطعي على أن الإنسان الإفريقي هو عبارة عن إنسان، عبارة عن سلعة، أن نحن في مواجهة ممكن أن نسميه عبودية القرن 21. في السابق كان يأتون إلى إفريقيا ويأخذون الأفارقة عروة قبل 500 وأكثر، حاليا الإنسان الإفريقي يعني تم غسل مخه بحيث أنه هو يذهب طواعية إلى أسيادي ويقول قالوا استعبدوني واسترققوني ويتحكم حقوقي. ما يحدث في مسألة اللجنة الشرعية ليس في البحر فقط، إنما منذ لحظة استلامه من بلدي أو خروجه من بلدي إلى لحظة وصوله حتى في أوروبا نفسها هناك استغلال. ولكن للأسف الشديد أوروبا تعرض ما الأشياء الانحرافات التي لدينا هنا وهناك، ولا أحد يستطيع أو لا أحد يقوم بتعري الوجه البشع الحقيقي الذي يحدث للإنسان الإفريقي عبر المسارات وفي البحر وفي أوروبا. هذا هو الفرق.